في كل بلد وفي كل حاجه في الدنيا في حاجه اسمها حاجه حلوه وحاجه ايه؟ حاجه وحشه. احنا زي ما تقول كده احنا الفاكهه بتاعت البرنامج اللي بنضحكهم بس مش واخدين حقنا. حصل. فاهمني اللي هو ايه؟ في فنانين كتير طبعا جامدين جدا طبعًا جدا طبعًا. وبرده مش اللي هم نجوم شباك اول وكده بس دمهم خفيف جدا. طبعًا. احنا زي النجوم دي. طب وانت انتقادات ايه بقى اللي كانت بتجي لك لو انت انا الانتقادات بتاعتي انا ايه اللي هو مجنون انا مجنون شويه في فيديوهاتي اللي هو لا أنا بس دي مش مش لا الموضوع مش انتقاد يعني دي حاجه يعني عايز اقول انا ما عنديش انتقادات لحد دلوقتي الحمد لله ان احنا في حته الحمد لله ان احنا في حته كويسه فاهم ما بنقبلش انتقادات في الشارع الناس لما تشوفنا ما فيش حد فاهم ممكن يقول علينا كلمه وحشه ما اي ما يكون اللي احنا بنعمله في الاخر بنوصل فكره ان الناس تضحك لا ما انت عارف في ناس بقى كارهين اللي هو ايه اكيد بتقابل حقودين لا بتقابل حقودين كتير قوي بس دول ما بشوفهمش فاهم اللي هو انتوا كتير قوي يا جدع كتير ها اللي هو صراحة بس ما طبيعي لازم يبقى في ناس كده ويعني لازم تبقى دي ضريبه النجاح دي ضريبه النجاح عامه حلو دي ضريبه النجاح بس انتوا ما شاء الله دلوقتي كل واحد انت كام فولور 2 مليون 300 انا 2 مليون 400 داخل في 2.5 ومتوثق ده خلاص علامه المربايد بتاعتي خلاص خدتها الحمد لله الحمد لله وانا لا انا تيك توك مش شايفني مش ناوي يديها لي لسه لا جمعيه واحد نور الحياه لتاهيل اطفال الشلل الدماغي جمعيه خيريه بترعى اطفال الشلل الدماغي من 10 سنين بتخدم اكتر من 2500 طفل شلل دماغي هدفنا ان احنا نعالج ونأهل طفل الشلل الدماغي عشان يقدر يعتمد على نفسه وطبعا ده من خلال 7 خدمات بتقدمهم الجمعية ومش بس كده الجمعية بتوفر أدوية وجباير وكفالات وبتساهم في العمليات دعمكم لينا هيفرق كتير في مشوارنا وفي رحلة علاج أطفالنا انتم قد الخير انا المفروض استحقها من زمان أرقام بس ارقام يعني هو حاجات في الاداره بقى خلينا ساكتين عشان مش عايزين نتكلم مش عايز اتكلم بقى ونفتح الموضوع يعني بس هو مش شايف الموضوع مش شايفه مفهوم بس هم عاملين مش شايفين يعني طب هو عصفور قال ان هو خد في نصيحه كان صاحبك اديها لك وانت مشيت عليها بلطه اديها لك وانت قعدت ايه تكمل عليه انت ان في حد اداك نصيحه في اول ما ابتديت وانت يعني شايف ان هي ماشي بيها لحد دلوقتي لا هو في الاول ما كانش في حد مدعمني خالص خالص ولا اهلك ولا اهلي ولا اي حد بجد حتى اهلك ما كانش عاجبهم حتى اهلي يعني ما كانش عاجبهم الموضوع ده ركز في دراستك ركز في اللي انت بتعمله اكيد بس مع الوقت فاهم مقتنع بالموضوع بقى لما ابتدوا يشوفوا الناس بقت في الشارع بتتعامل معايا ازاي لما بيمشوا معايا في حته فيبصوا لي النظره اتغيرت لا خلاص بقى خلاص وصلت لحاجه فبقوش يكلموا في اي حاجه يعني انا هعمل كذا خلاص ربنا يوفقك فاهم دلوقتي بقى يساندوني الموضوع اتغير وحتى صحابي برضو كان في ناس كتير اول فيديو عملته انا خدت كميه سف من صحابي طبيعي. ده برنامج عيال ايه اللي انت بتعمله ده بص شعرهم بص فبعدها بشويه الناس دي دلوقتي بقت خلاص بقى وجامد وايه الجاي بقى وناوي تعمل خلاص إيه بقى انا يعني الكلام ده كنت ناوي احوله يعني انا اصلا الكلام ده يمكن اللي خلاني اكمل دي الدفعه اللي خلتني اكمل اصلا ما خدتش نصايح انا خدت انتقادات حولتها لنجاح لا بس دي حاجه بجد بس يعني في ناس كتيره جدا الانتقادات بتقف قدامها واللي هو لا خلاص بقى ده الناس ده اصحابي أيوه بيقولوا لي ايه وده انا من احنا اهلي الناس دي؟ لا على فكره انا عايز اقول لكم احنا مالناش دعوه يعتبر بنات عودنا مفيش مع ان الحمد لله مفيش حد بيقول لنا حاجه وحشه بس لو صدفت وحد قال لنا حاجه وحشه مش ولا كاننا شايفينه احنا مع نفسنا هنا كل واحد فهاله انت فهاله وانا فهاله وانت فهاله وانتوا الحاجات دي بس بتقعدوا قد ايه تصوروا يعني تقعدوا مثلا في لان طبعا سكتشات كوميدي انت في مره يقول لك لا ده انا مش عاجبني شكلي لا ده انا الافيه مش طالع ده الاساس بيقعد قد ايه مثلا حوالي صلى على النبي انا في فيديو قعدت اصوره بتاع ساعتين ثلاثه والاخر يعني فاهم انت اللي هو ايه متواصله برضه ما عجبنيش في الاخر رحت منزله بسم الله ما شاء الله لقيته جايب 7 مليون مشاهده ما شاء الله بس ارزاق بس انا